كيانك كله. انت شايف روحك اذا مرت عليك لحظات الموت شلونك؟ ها؟ شايف نفسك انت شلون تفتقر انذاك الى ابسط مظاهر الرحمة؟ فاللون من الغرور الفارغ التافه. والا في واقع الامر الانسان ملاك الضعف. ما انا اجد كلمة معبرة مثل كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: مسكين ابن آدم تؤلمه البقة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة، مكتوم الأجل، مكنون العلل، يعرق يصير جايب تقرص بقة بعوضة تألمه، يشرق بالماء يختنق يموت. هذا يقول مسكين ابن آدم غاية في المسكنة، هو جبار بعقليته بروحه بس. ولا إذا